هنا قلنا عندنا نوعين بديل، عندنا نوعين، عندنا نوعين من المسائل. معلش يا جماعة، لو حد يتكلم ما بقولش، عندنا نوعين من الويب سيرفيس سكوب، وعندنا الريست. قلنا إن السكوب بتعتمد على السوق بروتوكول، الريكوست وريسبونس، وبتعتمد على السنتكس بتاع الـ HTML اللي هو قلنا إن اللي بيميز الكومبوننت اللي موجودة في السوق حاجة اسمها ويزر، وقلنا إن الويزر ده عبارة عن دوكيومنتيشن فايل أو سكريبشن لبين الويب سيرفيس. طيب اتكلمنا برضه عن السوق، عن الـ ريسك ولا إيه، وقلنا إن هي بتعتمد على الـ HTTP بروتوكول، تمام، في الريكوست وريسبونس، وقلنا إن ممكن لها تعتمد، ممكن تعتمد على الـ XML السنتكس، وممكن تعتمد على حاجة اسمها إيه؟ طيب بما انها بتعتمد على ال HTTP كبروتوكول، ففي الميثودز بتاعت اللي هي ال HTTP اللي هو جيت وبوست وديليت وبوت والميثودز الثانيه. اشهر اثنين احنا بنشتغل عليهم اللي هو الجيت والبوست، ودول نفس النظام اللي موجود في الايه في السيرفلت، ونفس الفروق ما بينها اللي موجوده في الايه في السيرفلت هو نفس النظام. انت كده كده السيرفلت بتعتمد على ال HTTP كبروتوكول في ريكوست وريسبونس، والريست ويب سيرفيس برضه بتعتمد على الايه؟ على ال HTTP بورد. طيب المحاضرة اللي فاتت عملنا ايه؟ عملنا اكزامبل كده على السوق من خلال الايه؟ من خلال الديفلوبر او من خلال البيزنس كومبوننت. قلنا طبعا في حاجتين في الويب سيرفيس مهمين جدا، واحد اسمه بروفايدر وعندك واحد اسمه كونسيومر. بروفايدر او بروديوسر ده هو اللي بيعمل الايه؟ الويب سيرفيس، بيعمل لك الويب سيرفيس وبيعمل ديبلوي للويب سيرفيس على الابلكيشن سيرفر عنده عشان يبلش الايه؟ الويب سيرفيس. الكونسيومر هو اللي بيكونسيوم الايه؟ الويب سيرفيس. طيب هتقول لنا الراجل البروفايدر ده بيشتغل بايه؟ بيشتغل بايه؟ لغه برمجه. البروفايدر ده بيشتغل باي لغه برمجه؟ يعني بيعمل الويب سيرفيس بتاعته باي لغه برمجه، سواء بقى هيعملها مثلا بالجافا مش مشكله، لو هيعملها مثلا بالجافا ممكن يعملها بالجافا جافا كود عادي، وممكن يعملها مثلا بزنس كومبوننت معتمد على اكس ام ال، ممكن يعملها مثلا بي اتش بي لغه برمجه ثانيه خالص، ممكن يعملها بايثون، يعمل باي لغه برمجه، بيعمل الايه؟ بيعمل الويب سيرفيس بتاعته، وبيديبلوي الويب سيرفيس على اي ابلكيشن سيرفر برضه، ممكن على الويب لوجيك، وممكن على تومكات، ممكن على ايه؟ على جلاس فيش او اي ويب لوجيك مفيش مشكله، او اي ابلكيشن سيرفر. بس باختلاف الويب سيرفيس كلها البروجرامنج لانجويج في النهايه هو اكس ام ال عشان خاطر كده كل يقدر يعني في السوق بيديك الوزن ده كبروفايدر. انا كبروفايدر ايا كان اللانجويج بتاعتي اللي انا بعمل بيها الويب سيرفيس بتاعتي في النهايه هرفع اكس ام ال فايل او جيسون فايل عشان هو مفهوم لكل الناس. في السوق في النهايه بيديك وزن، تمام، الريست في النهايه بيديك ار ال، تمام. قلنا ان انت عشان تكونسيوم الويب سيرفيس دي محتاج دوكيومنتيشن، محتاج اليو ار ال بتاع الويب سيرفيس، محتاج تعرف الايه في تقرا بقى الايه الديسكربشن بتاع الويب سيرفيس، محتاج تعرف البارامترز الان والايه والاوت بتاعت الايه بتاعت الويب سيرفيس. طيب يبقى احنا قلنا البروفايدر ممكن تعمله بايه؟ باي حاجه، باي لغه برمجه، سواء ما تعمله بالجافا او تعمله بي اتش بي مفيش مشكله عندك، ان انت المهم الايه في الاخر تطلع لي وستل او تطلع لي هو ايه بتاع الايه بتاع الويب سايت. طيب فاحنا عملنا المره اللي فاتت البيزنس كومبوننت، تمام، وقلنا موضوع البيزنس كومبوننت موضوع سهل، بيسهل معاك الشغل مفيش مشكله، بس المشكله ما بتقدرش تتحكم قوي في الايه في الحاجه اللي طالعه، غير كده ان هو بيعمل لك كل حاجه، تمام. يعني انت مثلا عملت فيو اوبجكت مثلا بيعمل لك الانسيرت والابديت والديليت والحاجات اللي انت عايزها والحاجات اللي انت ايه اللي انت مش عايزها. طيب ده سهل بعمل معاك، المره دي ان شاء الله هنعمله بالجافا، تمام. طيب نفس هنا الكونسيومر نفس النظام بتاع الكونسيومر الويب سيرفيس بقى باي لغه برمجه، ممكن تكونسيومر الويب سيرفيس بالبزنس كومبوننت برضه، تمام، يعمل لك يكريت لك داتا كنترول على طول، او ان انت ممكن تكونسيومر الويب سيرفيس بالايه؟ بالجافا. ممكن تكونسيومر الويب سيرفيس بقى لغه برمجه ثانيه، ممكن بالجافا سكريبت، ممكن بايثون، ممكن بي اتش بي، اي لغه برمجه على حسب اللغه اللي انت شغال عليها، هو السنتكس بتاع الايه بتاع
بتاع الويب سيرفيس ثابت وانت بتستخدم اي لغه برمجه مش مشكله. طيب حد هنا في مشكله ولا نكمل؟ طيب انا هشرح على الابلكيشن عندي ازاي بنبروفايد الويب سيرفيس او ازاي نعمل ويب سيرفيس. طبعا هنشتغل على ايه؟ على ريست ويب سيرفيس بروفايدر وكونسيومر بالجوب تمام. ممكن حماده بعد كده يشرح لنا ايه مثال على على السوق او ان احنا ازاي نكونسيوم الويب سيرفيس مثلا بتاعت اوراكل بالجافا برضه. احنا خلاص شفنا المره اللي فاتت ان عملنا كونسيوم بالبزنس كومبوننت او بالداتا كنترول. احنا عايزين نعرف بقى ازاي ان احنا نكونسيوم بالجافا ويمكن احمد يعمل لنا ايه سيشن عليها بعد كده. احنا النهارده ان شاء الله هنعرف ان احنا ازاي نبروفايد الويب سيرفيس اللي هي الليفل بالجافا جافا كود او ان احنا ازاي نكونسيوم الويب سيرفيس من خلال ايه؟ لحد هنا تمام؟ طيب انا هشرح على الابلكيشن اللي عندي مش عارفين ما نعملش ابلكيشن تاني وناخد الوقت. هشرح على الابلكيشن اللي عندي وممكن بعد كده اديكم الايه؟ السورس كود باللايبرنس بتاعته اللي محتاج ايه يعمل ويب سيرفيس او اللي محتاج يعمل كونسيومر ويب سيرفيس. وانت احنا دلوقتي هنتكلم عن البروفايدر انت ازاي هتعمل ويب سيرفيس تمام. وانت بتكريت بروجكت عادي او بتكريت ابلكيشن عادي كاستم ابلكيشن مثلا تقول له كاستم ابلكيشن تمام وتقول له مثلا نيكست وتكريت فيه بروجكت برضو. انت ممكن وانت بتكريت البروجكت تضيف الايه الفيتشرز بتاعت الويب سيرفيس ريست مثلا ويب سيرفيس ولو هتستخدم الايه السوق هتشتغل بالسوق. احنا مش هنشتغل بالبزنس كومبوننت هنشتغل بالجافا ريست ويب سيرفيس ويضيف الايه الجافا بتاعتها. او ان انت وانت شغال بيضيف لك بقى اللايبرز بتاعته ايه وخلاص. طيب ده بالنسبه للايه للبروجكت. طيب انت لو جيت هنا خلينا نعمل كاستم ابلكيشن تمام وجيت في الكاستم ابلكيشن ده قلت له انا محتاج اكريت كلاس او جافا. انت ممكن تمشي بطريقتين ممكن تكريت جافا كلاس عادي وتعمل الميثودز اللي انت محتاجها وتضيف لها الانوتيشنز بتاعت الويب سيرفيس تمام او ان انت ممكن تقول له كريت لي ويب سيرفيس على طول ريست ويب سيرفيس وتشتغل على الكلاس اللي انت شغال عليه. طيب احنا في الابلكيشن ده او في البروجكت ده هو البروجكت ده بتاع البروفايدر هو محتاج جرايه واحده بس. الجرايه دي بتعمل ايه؟ تحول الاوبجكت بتاعك لجسم تمام. كل الموضوع في الجرايه اللي انت محتاجها هنا ان انت وانت بتستخدمها اللي هي الجيسون دي بتحول الاوبجكت بتاع الجافا او السترينج بتحوله لايه؟ بتحوله لجسم عشان تريترن الجسم. طيب البروجكت ده بيتكلم عن ايه؟ البروجكت ده فيه ميثود بتقول له مثلا جيت الايشو ديتيلز. طيب الايشو دي عباره عن سيلكتايه
بتجيب الايشوز دي مثلا لو في خلينا مثلا ما نسماش ايشو، لو عندك مثلا اوردر سيلز اوردر وتحته مجموعه ايه؟ مجموعه ايتمز تمام؟ فالايشوز دي اللي هو مثلا السيلز اوردر اللي انت بعته للعميل، فالعميل محتاج يدخل على الموبايل مثلا يشوف الايتمز اللي هو ايه؟ اللي هو خدها. فاحنا هنا بنعرض الايتم كود، بيرجع الايتم كود وبيرجع الايتم ديسكريبشن وبيرجع السيريال مثلا بتاعت الايتم، وبيرجع مثلا الايشو ديت اللي هو تاريخ الفاتوره او حاجه زي كده، وبيرجع برضه الايشو نمبر وبيرجع الكاستمر ايه؟ الكاستمر نمبر. طيب ايه البارامترز اللي هو بياخدها؟ البارامترز اللي هو الويب سيرفيس بتاخدها، بتاخد الايشو نمبر او الكاستمر ايه؟ نمبر. يعني انت بتدخل رقم العميل بيشوف لك الايه؟ الاوردرات بتاعته والايتمز اللي هو خدها في الايه؟ في الاوردرات بتاعته. هنفترض ان انت محتاج تعمل مثلا موبايل ابلكيشن والعميل عايز يدخل على الصفحه بتاعته او على الموبايل يشوف الايه؟ الحاجه بتاعته على الموبايل. تمام؟ طيب فكل الموضوع ان انت ايه؟ عملت سلكتايه، عملت ميثود عاديه اسمها ايه؟ جيت الايشو ديتيلز، وعملت جواها سلكتايه وعملت كونكشن. تمام؟ طبعا بتعرف الايه؟ بيانات الكونكشنز والكلام ده كله. بتعمل لوب على الريزلت اللي راجعه، الريزلت ست، وبتضيفها فين؟ بتضيفها في الاري ليست. الاري ليست بالشكل ده. طيب الاري ليست بتعتمد على اوبجكت، بتاخد اوبجكت، الاوبجكت من نوع كاستمر ايه؟ كاستمر انتيتي. تعال نشوف كده الكاستمر انتيتي، عباره عن كلاس عادي ستر وجيتر بتاعت الايه؟ بتاعت الكاستمر. انت محتاج الايتم كود والديسكريبشن والديت والايه؟ والايشو نمبر. وده الكونستراكتور وده الستر والجيتر بتاعت الايه؟ بتاعت البروبرتي. لحد هنا تمام ولا في حد مش فاهم؟ طيب انت مكريت كلاس اسمه كاستمر ايشو، ومكريت كلاس تاني اسمه ايه؟ كاستمر انت. تمام. الكاستمر انتيتي؟ اه. احنا قلنا قبل كده قلنا ان الويب سيرفيس دي عباره عن مجموعه اي بي ايز موجوده عندك. ايه هي اصلا الاي بي ايز؟ قلنا الاي بي ايز دي عباره مثلا عن ميثودز او انترفيسز او ميثودز يعني موجوده عندك في الابلكيشن. ممكن الميثود دي تعمل لها بابلش بحيث ان اي حد يقدر ياكسس الايه؟ الميثود بتاعته. تمام؟ انت عندك مثلا ميثود في الابلكيشن تقول له مثلا جيت النيم. جيت النيم دي بتاخد بارامتر مثلا من نوع اللي هو النيم. وبتخدم الايه؟ بتخدم النيم اللي انت عامل ده. لحد ما تمام دي مثلا عليه. انا محتاج ان انا مثلا دي اخلى اي حد يحسب الناس بتاعته او عمال يبيع على الناس. تعمل ايه؟ تعملها عايز بس. طب عشان تعملها وش بس. اللي هي بس مجموعه انفيشن. يعني احنا هنعرف ايه الانيميشن دي والبارامترز بالظبط بتاخد ايه. تمام؟ يعني انت كل الموضوع ان انت عملت جافا كلاس عادي وعملت ميثود عادي. تمام؟ جيت قبل الميثود كتبت مجموعه الانيميشنز بتاعتي. الانيميشن ايه؟ الانيميشن بتعبر عن النوع الويب سيرفيس اللي انت عاملها، هل انت عاملها جيت ولا هوست؟ عشان لو في كذا نوع من الويب سيرفيس او قصدي من الميثودز اللي موجوده جوه ال اتش تي بي بروتوكول، هل انت محتاج الميثود محتاجها جيت ولا بوست؟ طب واحده ولا محتاجها بوست؟ طب بتحددها على اساس ايه؟ على حسب الداتا اللي انت هتبعتها. طبعا انت عارفين ان الجيت اسرع من البوست بيرفورمنس بتاعتها، بس ان هي مشكلتها هي السكيورتي وان هي ليميتد في الداتا. طب انت محتاج تبعت داتا كتير، يعني احنا هقول لكم مثلا احنا كنا محتاجين نعمل ايه بوست؟ غالبا انت تشتغل لانها بتكون اصعب، بترجع معاك داتا بسرعه. بس في حاجات انت محتاج تبعت داتا كتير جدا، يعني احنا مثلا كنا في الموبايل ابلكيشن محتاج الراجل يعمل ريجستريشن.
الراجل بيعمل بيدخل داتا كتير جدا، الاسم والعنوان والحاجات دي كلها، غير كده بيبعت صورتين، بيبعت صورة البطانة بتاعته وصورة الشخص الطبي اللي جاي في المستشفى. فأنت محتاج الحاجات دي كلها تبعتها في الإيه؟ تبعتها في الريكوست. يعني حاجة من الداتا كتير جدا، فجاني أبعتها في الجيت ما أنا ما استحملش. فإيه الغيار ده الميثود خلاني إيه؟ طيب أنا أنت بتحدد نوع الميثود بتاعتك، فبتقول له أنا هشتغل الميثود بتاعتي جيت ولا بوست. بعد كده بتعرف الريترن بتاعك، هل انت محتاج تريترن ابلكيشن على جسم ولا ابلكيشن على اكس ام ال؟ تمام؟ يعني بتعرف تعمل بس، مش احنا قلنا ان الريست هو السيرفيس بتعتمد يا اما على اكس ام ال يا اما بتعتمد على الايه؟ على الجسم. طيب انت محتاج السنتكس بتاعك ايه او الريترن بتاعك ايه؟ محتاجه جسم، فبتخلي التايب بتاعه جسم، محتاجه اكس ام ال بتخلي التايب بتاعك ايه؟ اكس ام ال. طيب الباص، الباص بتعمل ايه؟ بتعمل ابلكيشن. لو انتم فاكرين دي كده ويب سيرفيس موجود، ده جيت ويب سيرفيس. لو انت بصيت على الويب سيرفيس دي هتلاقي ان هي مثلا ده اليو ار ال بتاع الويب سيرفيس، الاي بي والبورت بتاع الابلكيشن سيرفر والحاجات دي. بعد كده بديك حاجه اسمها ستودنت، وعلى ستودنت دي بديك مثلا حاجه اسمها ليست، وبعد كده بتبعت الايه؟ البارامترز بتاعتك اليو ار ال بالشكل ده. ده بتكون اليو ار ال بالشكل ده، عباره عن كلاس، اسم الكلاس بتاع او الريسورس بتاعك اللي انت حاطط فيه مجموعه الميثودز. تحت الكلاس في مجموعه ميثود، ممكن تبقى ليست، ممكن حاجه ثانيه مثلا جيت النيم، حاجه ثالثه مثلا جيت الايشو ديتيلز مثلا. تمام؟ وكل واحده محتاجه ايه؟ محتاجه بارامترز. طيب انت بتكون بقى اليو ار ال ده ازاي؟ لو رجعنا للكلاس بتاعنا هتلاقي قبل اسم الكلاس فوق خالص اهو اللي هو الكاستمر ايشو، كتبت الباص بتاعي، قلت له الباص بتاعنا هيبقى كاستمر. طيب الريترن بتاعك اللي هو البروديوسر بتاعك قلت له هيطلع ابلكيشن على اكس ام ال، على جسم. فانا عرفت حاجات قبل الكلاس اهو، وعرفت حاجات قبل الايه؟ قبل الميثود. يبقى انا المفروض اليو ار ال بتاعي يكون الاي بي والبورت والكونتكست بتاع الابلكيشن، تمام؟ بالاضافه لاسم الكلاس اللي هو ده كده، مش ده طبعا، هيبقى ده كده اللي هو كاستمر، واسم الميثود اللي هي دي كده اللي هو الايشو ديتيلز، مش هيقول لي اسمها الميثود ايه؟ جيت الايشو ديتيلز. ممكن تكتب اي كلمه، الكلمه دي اللي تظهر في اليو ار ال معاك. تمام؟ طيب بعد كده البارامتر، البارامتر عادي سترينج ايشو نمبر. ماشي. ده كده بارامتر عادي. قبل البارامتر انا بحط بقول له لا ده هيبقى كويري بارامتر. ده انوتيشن عشان اعرفه اسم البارامتر اللي هيظهر برضه معاك في اليو ار ال. تمام؟ فبدي له انوتيشن اللي هو مثلا اقول له كويري برام. في كذا انواع، كذا نوع من البارامترز اللي موجوده. في حاجه اسمها كويري برام، ده طبعا عشان بنستخدمه في الاس كيو ال كويري. في حاجات ثانيه مثلا اسمها فورم برام، هتبعته بفورم مثلا، فورم ويب ام والتكست وحاجات من دي. وفي تقريبا حاجات ثانيه غير الكويري برام. طيب بتدي له اسم البارامتر، الاسم ده هو اللي هيظهر برضه في اليو ار ال، مش الاسم ده. الاسم ده انت اللي بتستخدمه في الميثود، الاسم ده بتستخدمه في الميثود، والاسم ده اللي هيظهر معاك في اليو ار ال. تمام؟ نفس النظام هنا، كويري برام برضه، والاسم ده هو اللي هيظهر معاك في الايه؟ في اليو ار ال. طيب مجرد ما انت عملت الانوتيشنز وعملت البارامترز بالشكل ده، تمام؟ بتبدا ترن الايه؟ ترن الكلاس بتاعك. بس طبعا لازم تكون حاجه مهمه موجوده اللي هو الويب دوت اكس ام ال، ملف الويب دوت ايه؟ دوت اكس ام ال، عشان يرن معاك الايه؟ الابلكيشن ده على الويب ابلكيشن.
ممكن تكريت لوحده او ان انت لو جيت تقول له كريت ويب سيرفيس بيكريت لك الحاجات بتاعته. عادي هتكريت له ايه؟ هتقول له كريت تقول له تكس ميل تقريبا مش فاكر. مش عارف انت هو بتكريت لوحده بس انت هو مش هتكريت بس انت اول ما بتكريت حاجه الويب لو كريت صفحه صفحه مثلا اتش تي ام ال او كريت ويب سيرفيس او اي حاجه هو بيكريت لك الويب تكس ميل. اه دي بتضيف الويب ده خلاص انت ممكن تكريت فايل دوت اكس ام ال وتسميه ويب دوت اكس ام ال. حط فيه بقى الحاجه بتاعتك لو انت عايز تكريت لوحدك يعني. بس كده كده الجيت بولمر بيكريتو الحته اللي بنعمل. طيب خلينا الاول بس نرن كده ونبص على الايه على اليو ار ال بتاعنا وبعدين نشوف الريترن اللي راجع. احنا عندنا قسمنا الشغل عندنا حاجتين، ان احنا الاول نكون اليو ار ال بتاعنا، بعد كده المرحله اللي جايه بعد كده ناخد الايه الريترن اللي راجع من الكويري من رصيد مين؟ من رصيد الجسم. طيب لحد هنا تمام ولا في مشكله؟ احنا ممكن نكريت كلاس ثاني ونحط عليه الحاجات دي لو انتم مش فاهمين الحاجه اللي موجوده جاهزه. ماشي ايه؟ لو مش بس انا كده يعني الناس مش لازم احط فيها سبب مكان او غيره. رحت عامل ايه مثلا؟ اه مجرد بس لما بتعمل لها انوتيشنز وترنها خلاص بتتحول معاك لوب سيرفيس. انت لو لاحظت مثلا في الابلكيشن هتلاقي ان ده بلس عادي. الكلاس ده معمول له العلامه بتاعت الايه؟ بتاعت الويب سيرفيس. انت لو جيت في الكلاس الثاني ده وحطيت له الانوتيشنز هيديك العلامه بتاعت الويب سيرفيس. اه هو بيعرفك بس شكل الايه؟ الكلاس بيقول لك ان الكلاس ده ويب سيرفيس والكلاس ده كلاس جوا عادي. وكم مره حتى عملنا على الكلاب شيف؟ تمام. اعتقد ان هو واضح يعني. انا مش فاكر. 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 اللايك ده انا مش احنا قلنا ان هو بيروح يكونكت على الداتابيس يرن الايه الكويري يبعت لها البارامترز ده كله ما فيهوش مشكله بيرجع لك بالريزلت سيت. بيروح على الريزلت سيت ويضيفها فين؟ في الاري ليست اللي احنا معرفينها دي اللي هي على شكل ايه؟ كاستمر اندكس. تمام؟ طيب بعد كده بيرجع لك بالايه؟ بالريزلت دي. بنعرف فاريبل، الفاريبل ده من نوع سترنج اللي احنا هنرجع فيه الايه؟ الريزلت بتاعتنا. ده اللي هيبقى الريترن، مش المشهد بتاعتنا بترترن سترنج. ده بنعرف الايه؟ الريترن بتاعنا. طيب هنا بتقول له اف ان الايشو ديتيل دي مش فاضيه هيدخل ايه يعرف اوبجكت من نوع جيسون. تمام الجيسون ده هيجيب الايه الجيسون تري ويبعت له مين؟ يبعت له الاري ليست اللي انت كنت معرفها فوق اسم الجار. اه احنا هنا قلنا بان احنا محتاجين ناخد الاوبجكت بتاعنا او ناخد الداتا اللي احنا محتاجينها
نحولها لايه؟ لجيسون تري. انا نلاحظ ده ايه اسم الميثود اسم الميثود ده اسم الميثود اللي هو الشروطين. اسم الميثود عندنا في الابلكيشن اللي هو الايه الشروطين ده الاسم اللي ظاهر معانا في الايه اللي هو الايه. طيب الكلاس كاستمرز احنا اصلا مسمين الكلاس عندنا ايه كاستمر ايشو تمام. البرامترز اللي موجوده عندنا انت عندك برامتر بنستخدمه جوه الميثود وعندك برامتر بتظهره فين؟ بتظهره في الويب في اليو ار ال بتاع الويب سيرفيس اللي هو الايشو نمبر تمام. ده اختصار كاستمر نمبر وده الاختصار اللي انت بتستخدمه في الويب. تعالى نبدا الاسم ده بتاع الاسم اللي موجود البرامتر اللي حاطط الاسم العادي على طول ما اعتقدش ان هو هيعمل لك برامتر اصلا. مش هيعمل لك برامتر، هو هيقول لك انت ايه؟ مش هيعمل الويب سيرفيس ده برامتر والميثود عندك له برامتر. لو عملت البرامتر بتاع الويب سيرفيس هيعمل، ما عملتوش هو مش هيعمل. طيب عشان تتست الريست ويب سيرفيس عندك اكتر من حاجه ممكن تتست بيها. ممكن تستخدم بتاعه الجي ديفلوبر اللي هو مش عارف ويب سيرفيس انايزر او حاجه زي كده. ما هو اسمه انالايزر، هو سيرفيس تيست بس اسمه انالايزر او حاجه زي كده. هو ده اسمه ايه؟ اللي هو الاكسسبيل انالايزر. ممكن تتست اصلا على الايه؟ على البراوزر. وممكن تتست في الويب سيرفيس ريست ممكن حاجه اسمها بوست. نعم. 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 اكستنشن كده بتنزل. فانت هنا بتضغط على الايه؟ على الويب سيرفيس. يفتح لك الانالايزر بتاع اللي هو الاتش تي بي انالايزر بتاع الجي ديفلوبر. لا هو لازم الدوكيومنتيشن ده اساسي. انت هتبعت لي ورق اللي هو اسمه ايه؟ برضه لازم تبعت له الدوكيومنتيشن سواء هنا او هنا. اصل هو مش كل الناس بتدخل في الاكس ام ال تفهمه 100%. لا انت بتبقى محتاج ان انت تكتب له دوكيومنتيشن ده عباره مثلا عن بارامتر نوع نمبر وبياخد مثلا ان هو يونيك ما ينفعش تكرره. ده البارامتر ده اللي هو يعني لازم تبعت له بارامتر عشان هو يفهم الحاجه انت عامل ازاي. طيب هو هنا كتب لك اليو ار ال اهو تمام وحط لك الايه اسم البارامتر وايكوال سترنج. انت بتشيل السترنج دي وهنا مثلا في الايش هو ايه نمبر ممكن ما نبعتلوش حاجه لان ده اوبشنال معايا. وهنا في الكاستمر نمبر هنحط له واحد لان ده موجود معانا في الايه موجود معانا في الداتابيز. هنا بتقول له سند ريكويست من هنا بيروح يرن الايه الويب سيرفيس او بيكون الويب سيرفيس ويرجع لك بالايه بالريزلت في او ريسبونس في هنا كده. الداتا في اليو ار ال ما هو اليو ار ال ممكن تبص لها تحت عادي. طب تعالى كده في ال البوست ما فيش بس هو بياخد برامترز عادي يعني البوست بتاخد برامترز عادي بس هو ما بيبعتلكش في الجاي في يعني استخدم الجيت.
مش عارف بس الاساس بس ازاي اصلا يعني جت الاساس بتاعت انك تبعت البارامتر بس ازاي ما تظهرهاش بقى انت ممكن تلعب في حاجه في الاوتو تكس ام ال مثلا او حاجه زي كده طيب ريكوست فيلد ده معنى كده ان الداتا بيز بتاعتك مش شغاله ان هو عمل كونكت على الداتا بيز فمش مش لاقي الكونكشن انا هشوف بس الداتا بيز شغاله ولا فيها مشكله صدق نفسك في السر انت السر يا ولد ازاي بقى بنرجع الاوبجكت ده احنا قلنا ان هنا كونكشن عادي كونكت ده كده لسه البروفايدر ده لسه البروفايدر هنا بتقول له اف ان الاري ليست اللي انت معرفها فوق دونت امبتي يعني ان هي مش فاضيه بيروح ياخد اوبجكت من مين؟ من الجيسون اوبجكت ده. طيب الجيسون اوبجكت بيجيب منه جيسون تري ويبعت له مين؟ بيبعت له الاري ليست اللي انت بعتها له او الاوبجكت بتاع الاري ليست اللي انت مديهوله. طيب بعد كده بياخد جيسون اوبجكت بيجيب جيسون اوبجكت وبيضيف فيه مين؟ بيضيف فيه بيديله الاسم الاول اللي هيظهر الاسم ده اللي انت هتظهره ده اسم الاوبجكت في الجيسون او اسم الاري مثلا في الجيسون اصل الجيسون اصلا بيبقى عباره عن شكل اري كده بتديله ممكن ما تديلوش الاسم ده لو ما تديلوش الاسم ده هيبقى ظاهر على طول من غير الاسم تمام محتاج تديله نفس الاسم ماشي محتاج تغيره عادي لو انت هنا غيرت مش مشكله طيب هو الجيسون ده عباره عن جافا سكريبت اوبجكت انوتيشن ليه سينتاكس معين خاص بيه هو شبه الاري بس مش اري شبيه بالاري تمام طيب انت هنا بتقول له قلت له الجيسون اوبجكت ده وضفت فيه اسم الاري او اسم الاوبجكت وبعت له مين الجيسون اوبجكت اللي هو الجي اي ده اللي هو الجيسون 3 تمام بعد كده خدت الجيسون اوبجكت وحولته لسترينج وحطيته في مين حطيته في الريزلت تمام الريزلت دي هي اللي هتريترن ايه الريترن معاك قلت له else يعني لو الاري راجعه فاضيه
الاري ليست بتاعتك راجعه فاضيه، رجع له ايه؟ رجع له نو، بحيث اللي هو لو بعت بارامترز فاضيه وما جابش داتا من الداتا بيز، يعني مثلا لو اديت له بارامترز كده مش موجوده وعملت كده هنا في الجيسون ما رجعش جيسون، بس في الرو داتا رجع لك نو. تمام؟ طيب ده بالنسبه للبروفايدر. لحد هنا حد عنده مشكله؟ كده الموضوع بسيط، عباره عن جافا كلاس بيكونكت على الداتا بيز وبيرجع لك ايه كذا رو، كذا رو ده انت بتحولهم لايه؟ لجيسون اوبجكت و بتعرضهم او بتبعتهم في ريسبونس. طيب ده ايه؟ ده كده لو انت هتعمل الحاجه دي عندك في الابلكيشن بتعمل ايه؟ بتعمل بروجكت، والبروجكت ده بتعمل فيه ويب سيرفيس بتاعك. والديبلوي البروجكت ده على الويب سايت. هنا بالديبلوي البروجكت مش بالديبلوي الابلكيشن، بالديبلوي البروجكت كليك يمين ودبلوي. الديبلوي البروجكت ده لوحده هينفع لو انت عامل له بقى ديبندنس، يعني مثلا قايل له ان الموديل بيعتمد مثلا او البروجكت الجديد ده بيعتمد على الايه؟ على الموديل. فبيلود كله بيلودات كله مع بعض. يعني بص انت الابلكيشن اللي بتعمله ديسبلاي بيطلع لك البروجكت بيطلع لك واحد. لو انت عملت ديبلوي الابلكيشن بيطلع لك كذا واحد ويديبلوي الايه؟ الحاجات بيطلع لك الهيل بالورق بتاعته ويديبلوي. تمام؟ لو عملت ديبلوي البروجكت بيطلع لك الهيل ده بالورق بس. غالبا بتخلي البروجكت ده لوحده، يا اما في الابلكيشن لوحده يا اما في بروجكت جوه الابلكيشن بتاعك بس بتديبلوي لوحده على الابلكيشن. صح؟ اصل انت هتعمل ديبندنسي منهم ليه؟ هو الموديل ملوش دعوه بالبروجكت اللي انت عامله، ما بيعتمدش عليه في حاجه. خلاص فانت بتعمله ايه؟ الابلكيشن لوحده او بروجكت لوحده وبتديبلوي بس، بحيث ان الابلكيشن بتاعك يكون مش فيه لود على الفاضي. هو ما فيش مشكلة. الأحسن إن أنت تعمله لوحده. بس أنت مثلا لو أبلكيشن مثلا عامله للمستشفى وفي شوية ويب سيرفيس للمستشفى دي، أنت عشان ما تلخبطش نفسك عملتهم في بروجكت جوه الأبلكيشن. ما فيش مشكلة. والديبلوي بروجكت ده لوحده، يعني لما تديبلوي الأبلكيشن بتاعك بتديبلوي بروجكت ده لوحده. بص هنا ده كل الموضوع، ان ده كلاس بيروح يجيب كونكشن. الكونكشن ده بيجيبه منين؟ من كلاس اسمه داتابيس كريدنشال دوت الايه جيت الداتابيس كونكشن. داتابيس كونكشن الكلاس ده انا عامل فيه الايه الكونكشنز، وعامل فيه الميثود اللي بترجع الكونكشن بس. ممكن بقى تعملها داتا سورس لو انت عايز تحسن شويه، تعمل داتا سورس وداتا على الداتا سورس بتاعت الابلكيشن بدل ما ايه؟ بدل ما يستخدم الكونكشن بتاع اللي هو الجي دي بي سي. طيب لحد هنا تمام؟ طيب ده بالنسبه لايه؟ بالنسبه للبروفايدر. تمام؟ طيب انت ممكن بقى تعمل ايه؟ ممكن تيجي على البروفايدر كده لو انت عايز الديفلوبر هو اللي كريت لك الحاجات دي، فبتيجي من هنا نيو وبتقول له انا عايز اكريت ويب سيرفيس. بيقول لك انت عايز تكريت ريست ويب سيرفيس ولا عايز تكريت ويب سيرفيس ايه بالظبط؟ بتقول له مثلا ريست ويب سيرفيس وبتقول له اوكي وتقول له نيكست. تمام؟ هنا بيقول لك اختار الكلاس اللي انت هتعمل عليه الايه؟ هتعمل عليه الويب سيرفيس. هل هو ميكانيكال؟ لا هنا بتختار بس.
اصل انت لازم تكون عامل كلاس. تمام؟ يعني مثلا الكلاس بتاع التست ده خلينا نمسحه، نمسح الويب سيرفيس من عليه. ده بقى كلاس عادي اهو من غير ويب سيرفيس ولا حاجه. تمام؟ طيب الكلاس لما انت شلت الانوتيشن شلك من عليها الايه؟ الويب سيرفيس. طيب لو انت جيت وقلت له بقى نيو وقلت له بريست سيرفيس بريست فلو سيرفيس وقلت له انا هختار الكلاس بتاع التست. تمام؟ الابلكيشن باس بتاعك هيبقى ريسورس و نيكست. انا بيقول لك الميثود اللي انت هتعتمد عليها ايه، والكونسيومر بتاعك هيبقى الريترن بتاعه ايه. اقول له مثلا ابلكيشن على ايه، على جسم. لو انت محتاجه اكس ام ال بتقول له مثلا ايه، انا محتاجه ابلكيشن على اكس ام ال، وتقول له اوكي. البروديوسر هو ايه ده، احنا عملنا الكونسيومر. البروديوسر هيبقى برضه ابلكيشن على ايه، على اكس ام ال. والباص بتاعك بتكتب له الباص عادي، الباص بتاع الايه، بتاع الميثود نفسها. هتقول له مثلا تيست باص. تمام؟ لو في بارامترز بقى هتحط البارامترز بتاعتك، بس الميثود دي ملهاش بارامتر. نيكست بيقول لك عشان انت عامل قبل كده الكونفجريشنز بتاعت الايه، كنت انا عامل الكلاس ده قبل كده. طيب هنا الابلكيشن الجافا جينيريك ابلكيشن ده بيضيف فيه الكلاسز اللي انت عامل لها ايه، عاملها از ويب سيرفيس. طيب الباص ده الاسم اللي الاسم اللي هيظهر في الـ في اليور ال. ممكن نعمل كده برضه زي نوتش. ماشي، هو هنا قفل لك الكونسيومر. بوست كده مفتوحة لأن في البوست تبعت جيسون أو بتبعت اكس ام ال. اوكي نكست. دي ويب سيرفيس تانية، ما احنا عملنا كلاس تانية بقى. احنا عملنا كلاس تاني تيست كده وعملنا فيه ميثود، الميثود ده مفيهاش برامتر. احنا بنتست يعني، احنا قلنا في طريقه تانية. لو انت ممكن تروح تعمل كده وتحط الحاجه بتاعتك على طول، او تحط الجيت هو اللي هيحطها. تمام؟ دلوقتي احنا بنعمل الطريقه التانية. فجيت لو جيت على التيست هنا هتلاقي ان هو اضاف لك الايه؟ الانوتيشنز والحاجات دي لوحدها. تيست وان احنا شلنا الانوتيشنز، هو خلاص حطها والميثود هو حطها والايه الباص بتاع الابلكيشن او بتاع نفسه. خلاص. طيب ده بالنسبه للايه البروديوسر، واعتقد ان هو كده ما فيهوش مشكله. طيب بالنسبه للكونسيومر، انت ممكن تكونسيوم الويب سيرفيس باكتر من طريقه. من اشهر الطرق اللي موجوده اللي هو الجيرسي بتكونسيوم بيها، عباره عن مجموعه لايبريز برضه، جوا شويه جوات كده بتكونسيوم بهم الويب سيرفيس.
تمام. من الحاجات التانية اللي انت بتكونسيوم بقى في الجافا برضه، لو انت شغال موبايل في حاجة اسمها ريست سيرفيس ادابتر في الابلكيشن بتاع الموبايل ده، بتكونسيوم ريست سيرفيس. ريست سيرفيس ادابتر دي مجموعة كلاسز كده موجودة ايه جوه الابلكيشن بتاع الموبايل. طيب انت دلوقتي بتكونسيوم لوب سيرفيس، انت محتاج منها ايه؟ محتاج تبعت لها البارامترز وتاخد الداتا اللي راجعه الريزلت بتاعتك، مثلا تحطها في الري ليست وتكري الداتا كنترول من الايه؟ من الكلاس ده، بحيث ان انت تاخد الداتا كنترول دراج دروب على ايه؟ على ال طرق تانية. لو انت ما انتش انت في اي ابلكيشن اي دي اس او موبايل، انت محتاج ايه غير داتا كنترول؟ انت في الاول وفي الاخر بتعمل داتا كنترول، بس انت في طريقتين، انت ممكن تكري الداتا كنترول على طول دايركت من الجي ديفلوبر، تقول له ايه كري الداتا كنترول فروم ريست اوف سيرفيس، تمام؟ هو بيكري لك الداتا كنترول على طول، فانت ما انتش عارف الداتا كنترول دي بتكريها ازاي، تمام؟ او ان انت ممكن تعمل جافا كلاس زي ما قلت لك وتبعت له البارامترز بتاعتك وتقول له ايه رجع لي الحاجات دي في الري ليست، تمام؟ فاحنا كده كده برضو محتاجين نعرف الاري ليست، تمام؟ الاري ليست دي هتكون على الاوبجكت بتاع مين؟ بتاع الكاستمر انتيتي. الكاستمر انتيتي عباره عن كلاس في الستر والجيتر برضو بتاعت الايه؟ بتاعت الاوبجكت ده، وده الايه؟ كونستراكتور. طيب ايه تاني محتاج ميثود بقى تملى لك الايه؟ الاري ليست. الميثود ده هتعمل ايه؟ الميثود دي هتروح تكونكت على الريست سيرفيس ادابتور، او تروح تكونكت على اليو ار ال وتبعت له البارامترز، تمام؟ وايه؟ وتريترن الاري ليست بالشكل ده. طيب تحبوا تفهموا بقى الطريقه بتاعت الريست سيرفيس ادابتور ولا بتاعت الجيرسي؟ ماشي. الريست سيرفيس ادابتور هي موجوده بس متهيشه. طيب دي دي موجوده في الموبايل، دي كلاسز كده موجوده في الايه؟ في الموبايل. انت اعتقد لو جيت كتبت الحاجات دي في الويب ابلكيشن مش هتشتغل معاك، اللايبرري بتاعتها مش هتلاقيها موجود. ايه هترجع جسم بتعدل بقى الانوتيشن. ايه تقريبا ممكن. بس الاثنين دي مش عارف بصراحه، بس هي الطبيعي. طيب الريست سيرفيس ادابتور ده بيحتاج كونكشن، كونكشن ريست. طيب بتكريت الكونكشن ازاي؟ بتقول له نيو وبتقول له ريست كونكشن، ريست كونكشن عادي. طب بيقول لك اسم الكونكشن ايه؟ اقول له مثلا اقول له مثلا ايشو كونكشن. طيب الاند بوينت بتاع اليو ار ال بتاخد، يعني بتاخد اليو ار ال نفسه بدون البارامترز اللي معاه، يعني هات اليو ار ال. طيب تديله الايه؟ اليو ار ال بتاعه وتقول له تيست،
طالما قال لك كده يبقى في مشكلة في الايه، في الويب سيرفيس. محتاج ترن الايه الويب سيرفيس تاني. احنا تقريبا عدينا حاجة و... طب نكمل ريست كونكشن اند بوينت. ريكويست مين ده؟ ايه؟ ده كان الكونكشن؟ ما عرفنا ايه بقى؟ Oh.
ماشي، هو لازم بس تكون الويب سيرفيس نفسها شغاله. تمام كده اشتغل. المشكله في الكونكشن برضه، كنا عدينا حاجه في الكونكشن. طيب خلاص انت كتبت احسن بقى، طالما انت شغال ممكن تكتب هنا لوكال هوست اي او الاي بي بتاع عادي. طيب ده الكونكشن، انت كده عملت كونكشن مع الايه؟ مع الداتا بيس، بتبقى الاند بوينت واسم الايه؟ اسم الكونكشن. المفروض ان انت بقى تبعت له الايه؟ البارامترز وتكسكيوت الايه؟ اليو ار ال. طيب اليو ار ال بتاعك شغال وقلت له اوكي تمام، بترجع بقى للايه؟ للكونسيومر. طيب الكونسيومر بتاخد ريست سيرفيس ادابتور، اوبجكت من ريست سيرفيس ادابتور، بتكريت ايه؟ ريست سيرفيس ادابتور تمام. بعد كده بتست الايه؟ البروبرتيز بتاعته، تديله اسم الكونكشن، تديله الطيب بتاع الايه؟ الويب سيرفيس، سواء هي كانت ريست او بوست، ريست سواء كانت جيت او بوست. بعد كده الليمت، بصراحه مش عارف يعني ايه الليمت دي، بتعمل ايه؟ بعد كده بتجيب البارامترز بتاعتك، ده عشان كان ابلكيشن موبايل، كنا ايه بنقول له اي دي اف ام اف جافا يوتيليتيز دوت ايفالويت الاكسبريشن، وتجيب الايه؟ الاكسبريشن ده. دول كده اتنين بارامترز معاك اهو، جبتهم بقى سواء بقى جبتهم من البيج فلو سكوب او جبتهم من اي مكان. بعد كده بتبعتهم لمين؟ بتبعتهم لليو ار ال. تعرفت هنا طبعا الكونكشن، الكونكشن قلنا الكونكشن بيكون فيه الاند بوينت بس تمام. ممكن ايه عشان تبقى الدنيا واضحه، انا بقول لك الادابتور ده لايبريز موجوده في الموبايل، ده لو هتشتغل موبايل بايه ما اعتقدش انت هتلاقيها في الويب. اللايبرري دي ما اعتقدش ان انت هتلاقيها موجوده في الويب، ريست سيرفيس ادابتور، او ممكن تضيفها على ما اعتقد يعني، ممكن اللايبرري تضيفها. طيب بعد كده بتقول له ريست سيرفيس ادابتور دوت سيت الريكوست ايه؟ تديله علامه استفهام، كانك بتنادى على الايه؟ كانك بتنادى على السيرفر بتاعك، علامه استفهام، وبتديله الايه؟ البارامترز. وبعد كده بتقول له الريسبونس بتاعك عباره عن اللي هو ريست سيرفيس ادابتور دوت سند الايه؟ سند، بتديله فاضي. انت طبعا ممكن تكتب البارامترز هنا في اليو ار ال، سيت اليو ار ريكوست يو ار ال، او ممكن تعمل سند. لو انت بتعمل سند، سند دي بتستخدم مع الايه؟ مع البوست. لو انت بتعمل بوست بتعمل في السند حاجه اسمها بيلود، بتبعت لها البيلود. فاحنا هنا عشان ما فيش بيلود فبتبعت السند فاضي. طيب بعد كده بتقول له الايه؟ الاكسبشن. الريسبونس ده عبارة عن الشكل ده كده، جيسون. محتاج انت تاخد الجيسون ده تحوله لايه؟ لجافا اوبجكت عندك تمام، وتضيف الحاجة دي فين؟ تضيفها في الاري ليست، ترجعها في الريترن بتاع الاري ليست. طيب هنا بتقول له اف ان الريسبونس بتاعك مش راجع بنو، يعني في داتا، بتخش بقى تاخد اوبجكت من حاجة اسمها الايه؟ جيسون اوبجكت. الجيسون اوبجكت ده بتبعت له الايه؟ تبعت له الريسبونس بتاعك اللي هو السترينج اللي احنا كنا مرجعينه من الويب سيرفيس تمام. طيب الجسم اوبجكت ده عباره عن ايه؟ عباره عن اسم الاري والاوبجكت اللي راجع، الكذا رو اللي راجع بالشكل ده تمام. طيب بتقول له هات لي اسم الاوبجكت دوت جيت الايه؟ الجسم اري بالشكل ده، وتحطها في اوبجكت مثلا دي ريست، بما انها اري فلها لينس، اللينس بتاع الايه؟ بتاع الاري. بتقدر تلوب بقى على اللينس بتاع الاري لحد ما يجيب لك الايه؟ اللي كل اللي موجود في الاري. طيب في الاول هنا انا كنت بكلين الاري ليست عشان لو فيها داتا ينضفها تمام. بعد كده بيلوب ويضيف فين؟ بيضيف في الاري ليست بالشكل ده، اللي انا عاملها اه تمام. فين ده؟
ايشو ليست. ما هو ده اسم الايه؟ الاسم ده. انت بتاخده من هنا؟ انت كده كده بتاخد اليو ار ال التست الاول على الثاني. طيب انت بتقول له هات لي الاري ليست بالشكل ده، الاري ليست دي تفضل تلوب عليها وكل مره تجيب اسم الايه؟ الاتريبيوت والقيمه بتاعته. تديله اسم الاتريبيوت عشان يديك الايه؟ القيمه بتاعته. فهنا بتيجي بتقول له كل مره بقى هو بيلوب بتاخد اوبجكت او بتاخد رو كده، الرو اللي انت واقف عليه في جيسون اوبجكت، وبتقول له الاوبجكت ده دوت جيت السترنج وتدي له اسم الايه؟ اسم الاتريبيوت عشان يديك مين؟ يديك القيمه بتاعته، وتبعتهم للاري ليست. تمام؟ انا هنا كنت بطبع السايز بتاع الاري ليست، بعد كده بقى بتكاتش الايه؟ الاكسبشن. دي حته كده في الموبايل عشان ايه؟ لو يعمل زي كلين كده طيب لحد هنا تمام؟ دي أول طريقة. مع الموبايل بس؟ أعتقد إنها بتستخدم مع الموبايل بس. عشان الميثودز دي ممكن ما تلاقيهاش في ال بس بقوا جربوا يعني ممكن تلاقوها موجودة في ال طيب بالنسبة للجيرسي فأنت محتاج تضيف اللايبراري بتاعت الجيرسي. طيب فين اللايبراري بتاعت الجيرسي؟ أنا كنت برضو ضايفها في الأبلكيشن هنا تحت اللايبراريز، في مجموعة لايبراري كده بتاعت الجيرسي اللي هم دول الأربعة والخمسة بتوع الجيرسي دول. الجيسون والأكتيفيتيشن دي كانت حاجات تانية برضو عشان إيه؟ نبعت حاجات مثلا ايميل او نبعت اسم السكان. طيب بالنسبه للجيرسي بتكون اسهل. الجيرسي كل الموضوع ان انت بتكريت حاجه اوبجكت من حاجه اسمه كلاينت، بتكريت كلاينت. تمام؟ في الكلاينت ده بتقول له الويب ريسورس، فبتقول له الكلاينت دوت ريسورس وتبعت له الايه؟ تدي له اليو ار ال. تمام؟ طيب بتدي له اليو ار ال بتاعك. اليو ار ال طبعا محتاج البارامترز، بتجيب البارامترز ايه بالشكل ده مثلا او باي حاجه انت هتجيبها. بعد كده بتاخد البارامتر بتعمل حاجه اسمها مالتي فاليوم فاليو ماب. تمام؟ وتبعت لها الايه؟ البارامترز بتاعتك، بتقول له الايشو اسم البارامتر طبعا لازم تكون برضه من اليو ار ال من هنا. تمام؟ ده القيمة بتاعته كذا، والكاستمر نمبر القيمة بتاعته كذا. بعد كده تقول له الويب ريسورس ده دوت كويري برام، وبتديها بتبعت له الايه؟ الماب بتاعت البارامترز، وبتقول له جيت الايه؟ الريسبونس، بيرجع لك الاوبجكت بتاع الريسبونس بالشكل ده. طيب هنا بتشيك على الريسبونس، لو الاستاذ بتاعته مش ب 200 يعني ما حصلش مشكلة في الريسبونس، بتروح تاخد الريسبونس ده تحوله لايه؟ تحوله لسترنج. تمام؟ خدت الريسبونس حولته في سترنج، حطيته في ايه؟ في فاريبل اسمه اوتبوت. تمام؟ طبعت بعد كده الفاريبل. نفس النظام بقى اللي احنا عملناه فوق، بناخد الايه؟ السترنج ده نحوله لايه؟ نحوله لجيسون اوبجكت، ومن جيسون اوبجكت نفضل نلوب عليه ونجيب الداتا نحطها فين؟ نحطها في الاري ليست. سترنج. في اي مكان بقى بتضيف اللايبراري بتاعته وتشتغل. ما هو دي طريقه بتكونسيوم بيها يعني، دي زي مثلا الجي دي بي سي. ما الجي دي بي سي ده عباره عن ايه؟ عن اي بي ايز او لايبراري. تمام؟ فانت طالما الجي دي بي سي موجوده عندك، اللايبراري بتاعتها موجوده عندك، استخدم الكلاسز بتاعتها والميثودز بتاعتها عشان انت ايه؟ تكونكت بالداتا بيز. هما الاثنين عادي، ما بقول لك هما الاثنين اي كويس بيسهلوا معاك. يعني مثلا عندنا في الاي دي اف عندنا مثلا بزنس كومبوننت عشان نكونكت بالداتا بيز، في الجافا في حاجه اسمها الجي دي بي سي عشان تكونكت بقى على الداتا بيز. هنا نفس النظام، عندك الجيرسي دي مجموعه لايبرري بتكونكت بقى على الداتا بيز، وعندك الريست سيرفيس ادابتور دي برضه لايبرري بتكونكت بقى على الايه؟ على الويب سيرفيس، الريست ويب سيرفيس.
طيب بس كده. طيب بمجرد بقى انت خلاص عملت الكلاس اهو ومريت مليت الاري ليست تمام، بتيجي بقى على الكلاس نفسه وتقول له كريت لايه، كليك يمين وكريت داتا كونتنت. لا خلاص يا جماعه بتقول له داتا كنترول، تديله اسم الداتا كنترول اللي انت هتكريتها تمام، تقول له نيكست وفينش. تظهر بقى معاك الداتا كنترول هنا اللي هو الكاستمر داتا كنترول دي تمام، ده الكونستراكتور وده الميثود اللي احنا عاملينها اللي هو الايشو او الفيو ايشوز. تحت الميثود دي في اللي هو الايه الانتيتي او الميثود دي بتريترن الايه، بتريترن الاري ليست اللي هي الايشو ليست. بس انت بتكريت من الكلاس داتا كنترول، مفيش ان انت تحطها تحت داتا كنترول معين. ممكن من الرابط بس ده موبايل، هحتاج بقى نشغل الايميليتور. انا تستيتها فعلا يعني، ممكن نشغل الايميليتور ونشوف، بس احنا معناش وقت للكلام ده. مش محتاجين داتا كنترول فيه، اصل انت مش محتاج تعرضها، انت محتاج تاخد الريترن ده تشوف هي اتبعتت ولا ما اتبعتتش بس. يعني الريسبونس اللي راجع عباره عن رو واحد بيقول لك ان هي اتبعتت او ما اتبعتتش. انت بتعرضها تعمل عايزين تشوفوها على الموبايل ولا مش لازم؟ مش كده؟ ايه؟ خلاص لا انا كده خلاص. ده الاميليتور بيشغل لك موبايل كده، بيفتح لك موبايل تبص عليه. لا الاندرويد ستوديو ده تول انت بتشتغل عليه، بتعمل عليها الابلكيشن، انما الابلكيشن ده انت بتست عليه. ممكن مش تقدر تكونكت دايركت على داتا بيس من الموبايل. يعني في اليوزر مثلا الويب سيرفيس بتاعت مين بالظبط؟ الويب سيرفيس اللي بتتعامل بتخاطب الداتا بيس مش الفيوجن. لما احنا عندنا هو يعني الويب سيرفيس بنجيب بها داتا من الفيوجن. هو عامل ويب سيرفيس عشان انت ما تكونكتش على الداتا بيس بتاعته. بيتكلم الداتا بيس بتاعته. ما هو انت فاهم، هو عشان انت ما تكونكتش على طول على الداتا بيس بتاعته.
طيب هنا لو انت بعت واحد في الكاستمر نمبر وقلت له شو دور اللي ده موبايل يا ابني ده شاشه ما هو دي شاشه والبطن بيروح يكون اكسكيوت ال ماشي يا عطل ما هو شغلة هو إنه مش هذا كونيكتور ده ليس ولا هو عادي كونكت لوحده استنى هو ايه اللي حصل انا قاعد شغال أنا بس أقول لك.